هذا الفيديو سوف نشارك معكم آخر أخبار بوليود، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. النجم الهندي شاروخان وفي آخر مقابلة له مع معجبيه كشف كيف أنه قد تمكن من الحفاظ على لياقته البدنية أثناء جائحة كورونا، خاصة أنه كان عليه أن يبني بنية جسدية جيدة، وذلك من أجل أفلامه القادمة وبسبب الإغلاق الذي شهده العالم، ولم يسمح له كذلك أن يزور أي مدرب في ذلك الوقت، لذلك كان عليه أن يلجأ مرة إلى جوجل للبحث عن التدريبات التي يمكن أن يقوم بها، ومرة أخرى كان عليه أن يتصل ببعض المشاهير من أجل مده ببعض النصائح الرياضية بما فيهم سلمان خان، ريتيك روشان، وتايجر شروف، خاصة أنهم يعتبرون من أشهر نجوم بوليود المشهورين بلياقتهم البدنية. ومن جهة أخرى كشفت مؤخرا بعض الصحف الهندية أن بعض نجوم بوليود المشهورين بما فيهم النجم الهندي سلمان خان، أكشاي كومار، أنوبام خير قد تعرضوا لتهديدات بالقتل مؤخرا، وهو الأمر الذي جعلهم يرفعون من مستوى الأمن إلى حد أعلى حفاظا على سلامتهم. ويعود هذا الأمر إلى كون سلمان خان ووالده كان قد تعرض لتهديدات من قبل من قبل رجل العصابات لورانس بيشنوي، في حين أن أكشاي كومار قد تعرض للتهديد بسبب جنسيته الكندية والهندية. أما عن الممثل المخضرم أنوبام خير فإن تهديده يرجع إلى فيلمه الأخير ملف كشمير. وللإشارة فقد تم منح سلمان خان 11 فردا من الأمن، 3 منهم سيكونون بجانبه طوال الوقت، في حين أن آخرون سيكونون بالقرب من منزله. أما عن أكشاي كومار وأنوبام خير فقد تم منح كل منهما شرطيين مسلحين، كما أنه حسب نفس المصدر إذا كان يريدان إضافة ضباط آخرين فعليهم تحمل تكلفتهما. ومن ناحية ثانية وحسب آخر الأخبار التي قد انتشرت في الهند، فإن نجمة بوليود نورا فتحي والتي ستظهر في مونديال قطر لهذا العام، خاصة بعدما قامت بغناء النشيد الرسمي لاحتفال كأس العالم. وقد وردت بعض التقارير حسب موقع موثوق أن النجم الهندي شاروخان سينضم إلى نورا فتحي، علما أن الخبر لم يتم تأكيده رسميا بعد، ولكن الخبر الثاني المؤكد هو أن رانفير سينضم كذلك إلى احتفال كأس العالم، حيث كل منهم سيمثل الهند، خاصة أن نورا كانت قد غنت مقطع من النشيد باللغة الهندية. ويشار أن قطر تضم عددا كبيرا من الجالية الهندية ببلدها، وهو الأمر الذي كان سببا في انضمام نجوم ومشاهير الهند إلى احتفال قطر.